موقع کو غنیمت جان کر حضرت مولانا قاری ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی مسحور کن انداز اور منفرد آواز میں تلاوت کلام فرما کر ہمارے قلوب کو قوت بخشے. حضرت مولانا قاری ڈاکٹر سکندر حیات صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. يسبح له ما في السماوات والأرض.
والله الذي لا إله إلا هو الملك والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو والله الخالق البارئ
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.